وينك يا سبيتا؟ بدنا تمرين الإنجليزية اللي بنترجم فيه من العربي للإنجليزي كقوالب، بدنا تعطينا القوالب تبعتك للشغل، للحياة، للامتحانات. رجعت لكم بالتمرين الممتاز، يلا نشوف بعض. حبايب قلبي يسود سبيتا، اللهم صلي وسلم بارك على محمد. طبعا أنا ابتسامتي عريضة لأنه مش هين علي أن أسيب الإنجليزية، خلاص انشغلت انشغال جديد كبير بالشهادة اللي أخذتها الحمد لله وبفائدة الناس فيما يتعلق بسلوك الطفل، بس برضو مش هين علي نسيبكم الإنجليزي، فخليني الوقت للتاني أعطيكم فيديوهات قيمة. اليوم الفيديو بالجمل اللي سمعتها من ناس كتير بتحاول تقولها بالإنجليزي ولخبطوا فيها وغلطوا فيها، فرح حاول أعطيك إياها كقوالب كم الجملة 4-5 حلوين نستفيد منهم شوية قواعد وكلمات. يلا نشوف بعض. أول جملة بتقول، مع انها هي كثير بسيطه بس كثير ناس بتتكلم لما بيقول انا موافق او يعني انا بوافق الراي، فايش بروح بيقول؟ بتلاقيهم بالانجليزي ايش بروح بيقول؟ هنا بروح بيقول I am agree، بيقول لك والله I am agree. هذه هي او هو قصده يقول ان انا موافق. لما انا اقول انا موافق هنا بنفعش نترجم ترجمه حرفيه، إنه موافق بتكون صفة، فبالتالي لازم نحط فاعل وفعل ومفعول أو صفة. لكن إحنا بالإنجليزي ما بنقولش أنا موافق، إحنا بنقول أنا أوافق، يعني بقول I agree. أنا أوافق أو agreed إذا كان في الماضي، مش زي بالفرنسي زي بنقول je suis d'accord بالفرنسي، أو زي بالعربي أنا موافق. بالإنجليزي ما بنحط صفة بل حطينا فعل أنا موافق. إذن هذه غلط أن أنا أقول I am agree، فأنا بقول He agrees, she agrees, I agree, you agree، بشكل بسيط جدا. ما تسهين في الجملة هذه، صدق ناس كتير تغلط فيها. الجملة رقم 2 بتقول أنا لا أجيد السباحة. طبعا أنت ممكن بدل كلمة السباحة تحط الكلمة اللي بدك إياها، بس هو المغزى في أنا لا أجيد وكمل. ايش كمان مره الغلطه ان احنا بنرجع نترجم ترجمه حرفيه، مش لازم نترجم ترجمه حرفيه. فاحنا ايش بنقول؟ ايش يعني انا؟ اما في كثير صيغ بنقول I am not good at، في بعض الاحيان بنحط ان. والله I am not good، انا مش كويس، انا مش جيد. I am not good in swimming or in math, in swimming, in physics الى اخره. I am not good. I don't know how to. I don't know how to. أنا لا أعرف كيف، بس بعدها بدك تحط فعل. I don't know how to swim. إذن هنا قلت I don't know how or I am not good at. طيب الجملة اللي بعدها بتقول هم لم يخبروني بالتفاصيل. مين الفاعل؟ هم. ايش نحط؟ هذه الجملة رقم 1، هذه الجملة رقم 2، هذه الجملة رقم 3. نرقم لكم اياهم عشان ما تتلخبطوا، 1, 2, 3, 4, 5. ايش مين الفاعل؟ هم. ذي. ايش مالهم؟ ما اخبروني. لحظة شوية، متذكرين لما أنا شغلت لكم بالكم كتير هل نحط مضارع تام ولا ماضي بسيط في الماضي؟ وقلنا إيش الفرق؟ قلنا إذا قال لي متى في الماضي بحط ماضي بسيط، وإذا ما قال لي إيش بقول؟ مضارع تام. هل هنا قال لي؟ لا ما قال لي. إذا بنستعمل المضارع التام اللي هو بيتكون من فاعل وهاف والتصريف التالي. إذا they have not، لأنه إيش؟ منفي، لم يخبروا. ايش يعني يخبر؟ they have not احط تل؟ غلط. ليش؟ لانه هاف ومشتقاتها اللي هم هاز وهاد والنفي تبعهم، الفعل تبعهم بيضلوا في التصريف الثالث بعدها. they have not told، they have not till told told، they have not told me، لم يخبروني. they haven't، they have not told me the details، لم يخبروني بالتفاصيل. Oh, I haven't seen you. I haven't told you. إلى آخره. الجملة اللي بعدها، ما أحد أخبرني بالموضوع. ما أحد أخبرني. تشبهها. بس مين الفاعل هنا في الجملة رقم 4؟ الفاعل في الجملة رقم 4 no one. No one أو nobody. الاثنين صح.
nobody أو no one إيش أخبرني بالموضوع زي اللي فوق. هل ماضي؟ لا ماضي تام إنه ما قال ليش. إذا has nobody has told me about the topic. ولا واحد أخبرني بالموضوع. بسيط، فاعل هو nobody has not told me. Has not told me هذه كلها. Has told no one has told me. ولا واحد أخبرني الموضوع. هذه في المضارع التام تصريف ثالث. طيب بعدين آخر جملة عشان ما أطول عليكم. قال لك ما حدا قال لي في عنا اجتماع أو امتحان. نفسهم لاحظ الثلاثة دربة. إيش يعني ما حدا؟ نفس الشيء. ما حدا no one أو إيش؟ برافو عليك. أو nobody. No one أو nobody قال لي في عنا اجتماع. نفسها. Has nobody has told me that إنه في عنا اجتماع. That we have a meeting. أو no one told me about the meeting. أو our meeting. إذا لو بتلاحظ كل الجمل دائما لازم تلاقي دائما في جملك فاعل ومفعول. إذا أنت ما لقيت فاعل وفعل فاعل وفعل اللي هو الضمير الاسم they no one دير بالك no one فاعل يعني ولا واحد ها زي someone زي somebody somebody زي nobody أو no one فاعل فبالتالي هاي الفاعل بعدين بدي أحط الفعل بناء على الزمن. هل هو زمن ماضي بسيط مضارع تام اللي يستعمله have و has بعدها تصريف ثالث؟ ما تنسى إنه have و has سواء منفي ولا مثبت الفعل بعدها بضل بالتصريف الثالث وبعدين بتكمل الجملة. فيديو كتير خفيف بسيط خدت من وقتي عشان أعطيكم إياه عشان ضلنا مستمرين بالإنجليزية. كمان في بعض الناس مستغربوا كتير كيف أنا نجيت بالإنجليزية للأطفال أو من الأطفال الإنجليزية. فالأسف الشديد بديك تطلع أنت شاطر وجدع زي بما تقعد تحكي كلام ملوش لزوم على الإنترنت. لا أنا استغربت ممكن واحدة خدت شهادة تانية وأنا بشتغل. فأنا بديك بدك تضيع وقتك على أنت على الكلام الفارغ وتكتب تعليقات ملهاش لزوم. تتعلم وتاخد باشن من سبيتر. إنه سبيتر درس شغلة تانية اليوم صار متخصص تخصص تاني. وأصلا سبيتر عمره ما كان مدرس إنجليزي. سبيتر مهندس وعنده ماجستير في الإدارة الاستراتيجية الدولية وكان بيدرسك الإنجليزي والآن بغير الإنجليزي برضه بيدربنا على سلوك الطفل. والحمد لله صار عندي باع كتير ممتاز من خبرة ودراسات اللي وشهادات اللي أخذتها. فأنت كمان كون شاطر وجدع واستفيد. أنا ما راح أتخلى عليكم برضو هذا نعطيكم إنجليزي وقت للتاني. بسمع وقتي انتظرون فيديو جديد وأعطيني رأيكم بهذه الخمس جمل اكتبهم على دفترك وانتظرونا.